بسم الله الرحمن الرحيم خوشكبرنا خوشوي بنارت عزيز بنارت تلفزيون خبير روجيجن قدر جران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرجاكه لبن وهرجاكه نجهداري وبناريا متكن صلوات خود سر بن جارك ودي حسكنا خود تعالى جاش نجوا جبو بيش كشكرنا برنامج هوا برنامج بريكانا جوان خاندنا قرآني بنايت عزيز ام بيرا خوا بينو بيرا هوا بينين اف بريكانا هات ياركي خستن وبرهف كرن اشلای دزگه قلم و دزگه قلم یا وکولین قرآنه اب هفکاری و هاریکاری ادگل تلفزون خوابید خود تا حالا حس کد افشوه جید ادگل چند بجدار بو اکی دیبین و دنگ خواش کد دیبین از او سروک لجنه سیده فؤاد و ارسا سیده صابر دید خزمتا هوایت خوش دیبی دامی بینات عزیز برکیم بین آدمی دی بیجین بجدار بو اکی بلا پریز و کرم کتن اگر بجدار بو حاضر بده بلا کرم بله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تجلب خيراتي بلا عزيز. قبل أن ياسين بو مسيدة. فارس اسكندر حمزة. فارس اسكندر. بو ما كيش كيخوين سيدة؟ سورة يوسف. داس بيكي؟ صفحة كندي. صفحة كندي. 260. دست بگیر دست بگیر سیدا لا آیتا چاری تمام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم في ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن
إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن حصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. جزاك الله خيرا. ما شاء الله دانك خصا خاش من هذه. بس ملاحظه كاس مجبور متبجم تشكي ملاحظات في اليوم ناضجين تبيني ملاحظات بار حتى في مرحله خلصت بيت الحمد لله بشكل دور قالك بس دنيا كتو دربوزي بمرحله دو ان شاء الله بلا دانك خوشي وتاثير الاحكام التجويدي هناك جاروبيت ان شاء الله كتو درباز بي ان شاء الله كان حفتي اخلاص يوم 20-25 ان شاء الله بدي احكيني كده تشاند هيلين ماده طبيعي بتايبات ماده طبيعي دو حركه نزيدت دريش نك او يتيجي حتى مثلا شاش حركه ها اول نقطه يعني مبالغه ماده طبيعي دا يادي سيدا مثلا كوكب با هندش تنب كوكب با ما نا حرف تفخيم يا نا مفخم ولا يا استفاله مرققه تماما هك وايدي يعني وكلمة الجب هنا شدة يا غيابة الجب هكا إكسادة قلت جب حاجكو باع بشدة الجب شنيكو تماما وايد يعني دنجتا تش وكي بجم لحظة ما سرنين دنجة كي خوش مروف بي آرام وما حتى سعى دوازي تخوان ببما خوش بس بشك دارت جالكن بس بو جاربت وان تبيني بي شوفن جالك مادة طبيعية أو جالك سيدة أفقا مقام عراقي هر تأثير هر مادة طبيعية انتش تبي جاربت إن شاء الله حقا تترباز بيه جاربت هاي جوانا هبا إن شاء الله بلا دنجي تعني أكيد بيجي تأثير الأحكام التجويد هناك جزاك الله خيرا 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 جزاك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سورة الأنبياء. تقال بخيرات بس نوفيتات شبيب رايز.
ريبر ريبر كامل كامل كيفش ريبر كامل ريبر كامل محمد امين دسبيكو انبياء سي ساتو بيسوشاش ايتي بانزاويك ولقد اتينا آيات شنده بنجيك بل ولقد اتينا ابراهيم بل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون نعم معنا هيز اومايد اري والله ايك شلون ان شاء الله كر درباز بين مروف هر حسيت گوي خوب دت راستي يعني خوام برك آرام روز بي گلك آرام بت حتى تخوش گلك بس از سرشته و حوالتش که می بری تجهین شکیوه هات نه شکیش منطقه والله ما هلی آگری دور بری آگری روی اینا ما شاء الله ماشاءالله یعنی شویر هات نه بری بارک الله فیک خدا تعالی هر پنگا و گاوت هر وقت تایری سیاری زبر چ جه خوبه خدا تعالی بر دخره برسد ان شاء الله حتا 700 هر چاری راستی نخوش ما شاء الله بس دنگی تو گلای خوش سیدا بلا حتا گوت شکر دنیا ما گوتی چکی گلای کا پشک داره که هر این در باز بین سیدا مثلا قلقلا ولا قد اد نبجو ولا قد يعني اي ايمالي شيربن و افي ديجي ا كيفون يعني نبجو ا كيفون ا حرف استعلاء خصه ضغط قيض او تنري جراخيلي يدي سفي وهر دي سفا هر نفس مدى دي شادي جلك دريش نگه تماما مدى جلا دريش نگه الا مقام عراق الا يعني تاثير المادات كده تماما يا تيجي اما قلتي مثلا ابا نبج ابا تماما هذا واضح يعني حرف مرققه جبلي خصه ضغط قيض خاء صاد ضاء معنى ضاء طاء أبا جيران يدي آبا استفالنا تماما جزاك الله خيرا خدت على خير بنستي إن شاء الله هرتين قبل قابتي خدت على باب خير بنفسد جلال يار باش دار بويا كدي كرام بكت ما شاء الله باش جديد سيدا بتوسا جديدة نش آكرين أجدوي كنا بنيشان هندي أسايدا حش قرانة كي فعلا بلي مصالة طال خيران وعليكم السلام ورحمة الله کل خیرات برای عزیز برای عزیز خالدان یاسین ارکان علی ارکان علی بریم دمایی که بیشن تا همه بیشن هر توشی شیرات های توشیش منطقه ها کریم گل خیرات های خیر برکت اوگه بشدار بود مهمی رخی ها کریم بله صحت و مصمد خیرات برکت بخته انشاءالله هر زحمت ها بلاشنا چل دف خود تعالی اکه این درباز جی نبین مانه طبیعت مسابقه واسانا همی نابن اول و ثانی و ثالث مانه وجهنا وجهنا سيدا الاجر الا على الله بلى كرمك صفحه كم دابر يا عزيز 360 وقول الذين لا يرجون لقاءنا سوره الفرقان سوره الفرقان نعم بلى كرمك صلي الصفحه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا صدق الله العظيم. سعادة أخوش جزاك الله خيرا. خذي تعالي إن شاء الله. بس ملاحظاك من هاي سيدة كلمك أصحاب أما تقريبا كانت باش دار بويا بجن شبر جرانية صادة چنكي حرفة جرانة درستي حق همزي نادنه بيجن أصحاب أص أصحاب شايفين جيران كنا وصلنا سيدا أصحاب لأنك مرحلة بس سيدا بقيت بيجن حتى دل سر بيتا ساكن درستي يعني بدي حق درستي بيداني بل براي أركان ويوما بشتي أوتو بستو شاشة ويوما يعض تمام يعض تمام عين نظمة هاي جابة تمام خدت على خيرة تمام ترتيبك جلك جنبي جزاك الله خيرا خود تعالی جزای واب دتو خلات واب دتو گلاب خیرات برای عزیز بله بینرت عزیز یک باش دار بود دی که دی حاضر بود و علیکم السلام و رحمت الله خیرات برای خود دنیا سیمرا کازینی حیا یه لحظه را دوست دارم.
دیکیش که صفحه چند؟ سورت بقره از خوینم صفحه 6. بله، دیکرم که از دست بگا صفحه؟ و اذ قال بله بله کنم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم ساعت تا خوش خوشگاه کوچین خامنات عامتا گلگ باش بی گلگ تجویج احکامت نخراب بین بس به نام روی دی چا وکید بیجن روی بهن هبت بو خواندنه بو مهمی ها بو اوید پار و اوید مجوجید خوینن بهن اخوا گلگ کشه و هی دی برده تزانی چا؟ دی کشه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حتى دمائك دي شيء جلك بي بيجي بين كيش جلك وهي دي هي دي برده دي شيء احتمال سير رجل أو چار رجل رو دي شيء بي بيجت بيش اك بهنا تتانك بي هكو اي دي جلك جامي صحاتة تخوش سركفتي بي جزاك الله خيرا موفق بي إن شاء الله خیر و برکت اگر بش دار بوی اکی دی کرم بکتن و علیکم السلام رحمت الله
جلال بخير هاتي براي عزيز صدان ياسي وهاب عبد الخالق ملح سيدة وهاب تش كيف ما دست بك بالصفحة سورة الملك صفحة 562 تش كيف هاتي براي وهاب ما دعولي بصري بك ها ما شاء الله جلال بخير هاتي بجن يا ربي أفا يجبرته وجبر قرآن هاتي بجن يا ربي تو جزايوانا ديه وماش بي بهر ناقش ابي جزاي بلاش خير ان شاء الله بما دعا بك نختي ان شاء الله اگر هم جناب انا هم جز احمد الشاب وين هذا هم هر سر كفتينا ان شاء الله خدي تعالى جزاي رب تو خلات يا رب تو ان شاء الله شكم ناس ان جزاي رب دين وهم سر كم جام ناس ودي ان شاء الله جزاي ان شاء الله خير رمضان كده زحمته وكش ان شاء الله خدي بو خير بنس كلام كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء صابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق الله العظيم بله برای عزیز سیهمار ملاحظه ما بوتاجی نفسی برای فارس بیاد بجمانه برای فارس مده هنکر هین حسا دریش بکن شلوف زحمته یعنی هاش مده هبن باشه ما شاء الله گلی دریش بین یعنی مبالغه مده طبیعی دا نکن باشه یعنی بلا قراءت عراقی همج اسلوب خواندن مقام عراقی تأثیر احکام تجوید نکن باشه هکو ویدی دنگی تا گلی خوشه و الحمد لله یعنی تقریبا خود تعالی کرم و گلتا کری زیده حرکت دانه بله جزاك الله خيرا جبر وقت كيمي موي امدي برف بشك داري دي بچي يلا بخيرات الله عزيز يلا بخيرات بله بشك داري دي بلا كرم كت وعليكم السلام ورحمه الله خيرات دبرا خب دنيا سمرا هاوي مردونه روزه آکریات. چیش آکریات هست؟ ماشاءالله. گل آکریات. اولی که ما دور آکریانه. آه. یک دو اگر ما. ماشاءالله خدا برکت بده. رضوان چتیش؟ رضوان؟ محمد. بله. صفحه چند سید رضوان؟ ماشاءالله 342. 342. بله. وقتی ما چی گل اینه ما سیده؟ بله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم جزاك الله خيرا
جبار دمي ما دمهيك تو قبلهم بشك دولة كمويجي جبار هندي تقال بخير هاتف راي عزيز خير وصلامات دمهيك بشك دولة خالكي برا كرام كت قال بخير هاتف راي كرمك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خير وبركات تشوفين برام تام باش ناصر كيم بس تدبو بينار خدي حميد محمد جزاخو حميد محمد وقال بخير هاتف راي صفحة جان دخينة مودس بيك سورة البقرة بلي ديكرمك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ما شاء الله هكما ما هر حسكري يقول خواب دينتا خواندنا دا جلا جانا و تشتري تسجيل اگه بدنگی خواست بو مسجل بگه تسجيل اگه باش تسجيل اگه باش صحات اتا خوش گلا بخير اتا گلا فاد ان شاء الله بله بینارت عزیز البرجی دهینا دموهیکا خلق خواه ابروکا و افشبه حتى خلق كودي قال هندك باش دور بو دا خوش دي بمين بن حفظ ورجعت خديبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام